انت خارج ولا ايه؟ اه خارج. هو انت مرات ابويا؟ وبعدين تعالي هنا، تعرفي البنت دي منين؟ إيه؟ عادي يعني، بنت متغربه زي زيها. وبعدين تعالي لي انت هنا، انت تعرفها منين انت عشان تسالني انا معرفها ولا معرفها؟ رضي واتفتح يا بنتي. الله، انت ما كلمتيش وانت صغيره ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ خلي بالك منها وفتحي عينيكي، دي بلفت بسنت وريهام في نص يوم، واشتغلت مع بسنت بعد ما قعدت معاها نص ساعه بس، ما خدتش في ايديها غلوه. ماشي، هاخد بالي. ايه ده؟ مش هنكمل كلامنا ولا ايه؟ هو الكلام هيخلص؟ احنا في قريه واحده يا بنت، قريه. مات؟ اتقتل. اتقتل ازاي يا باشا؟ انت مش قلت لي حادثة عربية؟ بتدبرها يا سيد. في فرق كبير قوي بين الإصابة الخطأ والإصابة العمد. أنا متأكد كويس قوي إن اللي خبط أشرف كان قاصد يقتله. الله يرحمه. راجل طيب وابن حلال. عشان كده لازم حقه يرجع. ربنا يقدر سعادتك يا باشا. هيقدرنا سيد. إن شاء الله هيقدرني. بس أنت لازم تقف جنبي. أنا يا باشا؟ ساعدك إزاي؟ سالم الجرحي. سيادتك شاكك إن ليه علاقة بالحادثة؟ كل الاحتمالات مفتوحة قدامي لغاية ما أحط إيدي على الدليل. سالم كان عارف إن أنا بندور وراه في موضوع قتل رشاد الله يرحمه. حصلت بيننا وبينه أكتر من مواجهة. مش بعيد. مش بعيد يكون زهق من أشرف وحب يخلص منه. أيوه يا باشا، بس يعني ما توصلش للقتل. وده من وجهة نظرك انت ولا وجهة نظر سالم؟ باشا، هي المواضيع دي فيها كذا وجهة نظر، دماغي لفت. لا ركز معايا يا سيد، المعلومة دلوقتي تفرق عن الأول كتير. باشا عدم المؤاخذة يعني، أنا مش فاهم حاجة. هو سالم الجرحي عنده عربية جراند شوكي سودا موديل 2010؟ لا النوع ولا اللون ده موجود في الثلاث عربيات اللي عندهم في الفيلا. بتركز معايا يا سيد؟ يعني هو معقول هيخبطوا بعربيته الشخصية؟ ايوه يا باشا فهمتك، انت تقصد عربيه من عربيات القريه. هو ده من النجمه. هقلب لك الدنيا عليها يا باشا وبلغنا على طول. لو اني ما اظنش انها هتبقى لسه موجوده، بس هي محاوله يا سيد. الو يا باشا، السيد ابو الليف جوه عند ماربي في المكتب. وعايز منه ايه؟ كان عايز يطقص على عربية شروكي سودا، يشوف اذا كانت تبع القرية هنا ولا لا. ايه ده؟ معقولة بيشك فيا؟ اتجنن ده ولا ايه؟ تصدق سعادتك، بس ما تقلقش، انا نفيت له الفكرة دي خالص. ايه ده؟ انت لحقت تيجي هنا امتى؟ انت طالع من منظرين ولا ايه؟ سليمان بيه جاي يبلغك ان انا كنت في القسم من شوية يا باشا. تحب تبلغ الباشا ولا خلاص؟ خلاص روح انت دلوقتي يا سيد. تاني مرة لما تعرف حاجة ما تبقاش تيجي على طول. ما تقلقش، انت دلوقتي بقيت مصدر ثقة. ولا ايه يا سليمان؟ اللي تشوفه سعادتك. تصبح على خير يا فندم. ابقى اتأكد ان حسونة فرم العربية. هو في حد شاك في حاجة يا باشا؟ ما تقلقش بالك، الولد الضابط بتاع الاسم بيدور على العربية. صدقتيني لما قلت لك ان اللي زينا لازم يتفرج من بعيد لبعيد، وانك كان ممكن تحصل امك لو عرفوا انت جايه هنا ليه. ظابط زي الورد يفرح، كل مشكلته ان هو نخره على ابوك شويه. بعت له اللي يخبطه بعربيه عشان يخلص منه. مات في عز شبابه عشان اتجرأ ودور على سالم الجرحي. يعني ايه؟ اسكت واسيب حقي ولا ارجع مطرح ما كنت؟ والله ما انا عارف اقول لك يا سماح. خايف اقول لك ارجعي مطرح ما جيت ابقى بظلمك. ازاي تبقي شايفه العز ده كله حواليك وتفضلي بصاله من البدروم؟ وان اخرك تبصي من شباك اوضتك على جزمه اختك اللي ثمنها كذا الف وهي معديه في ويكي. ولو قلت لك نخربي ورا حقك عشان تقب لفوق وجزمتك تبقى حذاء جزمة أختك، ممكن أكون ببعتك لقضاكي. فهمتش حاجة. أحسن برضو، عشان لو فهمت هتتعبي. أقولك خليكي تفرجي من بعيد لبعيد. جايز يجي اليوم اللي تقدري تطلعي فيه من تحت لفوق يا سماح.
الو. ايوه باسم، انا باسم. باسم؟ ايوه باسم. باسم السباه مرمي في التخشيب ولا بتسالي عليه؟ ولا كاني ابن عمك. ده يا شيخ حتى الزياره مستخسره انك تيجي تزوريني. ونسيتي كل اللي عملته عشان خاطرك. طب اسمعني بس، انا هقول لك. اسمعي انت يا بنت عمي، انا لازم اشوفك بسرعه. تروح تقدمي طلب لزيارتي. بس خدي بالك، لو اتاخرتي وما جيتيش هفصل الحكومه وابوكي مين كان ورا حاله التسمم اللي حصلت في مرسى السلام. انا مش هسكت. ها؟ سلام. تشكر يا دفعه. نبدا. مش هتفتح الباب للراجل؟ قلنا مش هعتبها تاني وخليه يخبط لبكره، برضه هيمشي في الاخر. كفايه ده، انا هفتحي بقى، انا جاي جاهز والشو واخد مني رقات. طب انتم اتجوزتوا وخدتوا نصيبكم من الحياه، انا بقى ذنبي اقعد اتعذب؟ هو حلال ليكم وحرام ليا؟ وجوزك اللي في السجن؟ كان جوزي، خلعته. انا سامع صوت جوه، يعني موجودين اهو. يا بنت انت هتفضلي واقفه كده زي الصنم؟ هتشوفيه عمال يبيع ويشتري في امك وتفضلي ساكته؟ ما اقدرش اخالف اوامر جوزي، هو دلوقتي راجل البيت وكلامه يمشي على الكل واولهم انا. جوزي؟ جوزك يا اختي وتحت باطك، طب وراجلي اللي بره ده؟ وبعدين بقى هعدي ثلاثه واكسر الباب. واحد. اتنين. لم حالك ومحتالك واتكل على الله يا دكش. انا سامع صوت حد بيتكلم ولا انا بتهيألي؟ لف وارجع من مكان ما جيت، مالكش حد هنا خلاص. الله، ده صحيح بقى، يعني مش بتهيألي. دخول بيوت الناس بالاذن والادب، والاذن ده مش هتاخده تاني خلاص. وماله؟ وانا هدخل كباريه ولا صاله حظ؟ ده حتى الجواز اسمه ونصيب. اقول لك على حاجه، بلاش تفتح الباب، لان خلاص ما بقاش ليا كيف ادخل. لكن الشراعه كفايه تكفي الكلمتين اللي انا عايز اقولهم لك وزياده. وماله؟ نعم. نعم الله عليك يا سبا. اولا مبروك الجواز. انت مش اتجوزته ولا الخبر اللي وصلني مش صحيح؟ لا صحيح، لو انه ما يخصكش. ما يخصنيش ازاي بس؟ ده يخصني جدا. خاصة ان انا اطلع من عندك هنا على الاسم. احاول انقذ انسان بريء اتهموه في قضية قتل. وانت عارفني ما ارضاش بالظلم ابدا. مالك بس؟ هو معقول الدكش اللي مخه يوزن بلد يغلط غلطة زي دي؟ ده حتى معروف عنه الذكاء والمفهومية في المنطقة كلها. ولا ايه؟ ايه؟ مش فاهم. اكيد انت عارف انك لو بلغت عن وردة بنت زبيدة، زبيدة مش هترضى تتجوزك بعد ما ترمي بنتها في السجن. ولا يا زبيدة؟ بنتها ايه؟ بنت مين؟ ما ترد يا زبيدة، انا مش فاهم حاجة. مين بنت مين؟ ايه ده؟ هي ضحكت عليك انت كمان وما قالتلكش ان وردة تبقى بنتها البكرية مش اختها الصغيرة؟